السائل يقول يسأل عن ذكر بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن هو معجزة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تزال قائمة إلى يوم القيامة، ووجوه الإعجاز فيه كثيرة، من ضمنها التحدي. لقد تحدى الله تعالى العرب وهم البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، ثم تحداهم أن يأتوا بحديث مثله، وعجزوا، عجز العرب البلغاء الفصحاء عن ذلك. هذا لون واحد من ألوان الإعجاز. وفي القرآن أيضا إعجاز بأن فيه جوامع الكلم، كلمات قليلة لها معان كثيرة جدا، من ذلك قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الآية من أعظم جوامع الكلم، نص سطر ولكنها تحتوي على معنى كبير جدا وعميق. ومن وجوه الإعجاز أيضا الإعجاز الغيبي، قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم وقع، سنسمه على الخرطوم، ثم وقع. فقال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. مع ذلك ما آمن أبو لهب. هذا إعجاز، لأن الله أخبر بسوء خاتمته، ولن تتغير ولم تتغير. وكذلك أيضا إعجاز الرصانة والفصاحة، قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن الإعجاز أيضا في هذا العصر الإعجاز العلمي، وقد أنشئ قسم في رابطة العالم الإسلامي قبل ذلك اعتنى بهذا وجمع آيات كثيرة في هذا الأمر، والتقى بمفكرين ممن أسلموا، وكان الإسلام سبب، كان إعجاز القرآن سببا في إسلامهم. من ضمنهم، من الآيات التي تساق في هذا القرآن، قول الله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية ما عرفت إلا في العصر الحديث بعد أن جاءت الجاذبية وجاءت الجسمة الضغط وجاءت هذه الأمور عرفت. ولذلك فيه آيات كثيرة في القرآن الكريم تعرض لها العلماء وتحدثوا عنها، آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. الآن يعرف العلماء، الآن علماء الجيولوجيا وعلماء طبقات الأرض يعرفون هذا وغير ذلك، مسائل كثيرة في القرآن الكريم من مسائل الإعجاز العلمي. نعم.